ما رأيك في مبادرة الموهوبون العرب؟ هي مبادرة موفقة تسلط الضوء على المواهب في الوطن العربي، وهي الوحيدة التي تختص في العقول والمواهب العربية. حدثينا عن حياتك العلمية وبمن تأثرت علميا. أنا طالبة في الصف العاشر، أقضي معظم وقتي في الدراسة وطلب العلم، وأختار الحصول على المعلومات من مصادر موثوقة من مثل الكتب المدرسية والمعلمين. هل لديك قصة مع موهبتك؟ نعم، وأنا طالبة في الصف السادس، كنت الأولى على صفي، وتم ترشيحي لمدارس الملك عبد الله الثاني للتميز، وخضعت لامتحان قدرات، ولكن الحمد لله تم تفوقي في هذا الامتحان. هل لديك موقف يعبر على أنك موهوبة؟ البارحة كان في امتحان في صفنا، واستطعت حل وكان يوجد سؤال صعب، واستطعت حل هذا السؤال فقط. كيف كان أدائك لمقياس الموهوبون العرب؟ استطعت الإجابة على الأسئلة جميعها. ماذا تتطلعي أن يؤثر فيك هذا الاكتشاف؟ أتطلع إلى الوصول إلى مراتب أعلى في العلم. على أي أساس تم ترشيحك من دولتك؟ يعود ذلك أولاً لأنني من مدرسة متميزة، جميع أقراني متفوقين، وثانياً كان أدائي ومعدلي في الفترة السابقة متميزاً رغم الظروف الصعبة. ماذا يعني لك مشاركتك وترشيحك من دولتك؟ يعني لي الكثير، فأنا لا أمثل دولتي فقط، بل لا أمثل نفسي فقط، بل أمثل دولتي الحبيبة ومدرستي العزيزة، ويجب أن أتحمل المسؤولية. كيف ستحقق رؤية الموهوبون العرب؟ يجب أن أثبت للعالم أن الوطن العربي يحتوي على العديد من القدرات والشباب الموهوب والواعي. لو تم اكتشافك، ما هي الخطوات القادمة؟ البحث عن تحديات جديدة لأثبت نفسي مرة أخرى. بعد أن رشحتك دولتك للمشاركة في الموهوبون العرب، ما هي طموحك القادمة؟ طموحي القادم هو أن أمثل الوطن العربي بشكل عام والأردن بشكل خاص عالميا. شكرا.